السلام عليكم ورحمة الله. منهج تالتة إعدادي يونت 8 سكراب بروفيشنال. يلا كده نبدأ كلمات الدرس الأول والتاني. بسم الله الرحمن الرحيم. flood flood drought drought يعني جفاف، والجي سايلنت. طبعا كلمة flood عكسها كلمة drought. drought جاي منها كلمة dry، dry يعني جاف، ودروت يعني الجفاف، flood يعني الفيضان. climate change climate change التغير المناخي. greenhouse gases greenhouse gases غازات الاحتباس الحراري. melting ice melting ice carbon dioxide deforestation. كلمة forest اللي في النص دي معناها غابة، كلمة forest اللي في النص معناها غابة. deforestation معناها قطع الغابات. avoid يعني يتجنب، وكلمة مهمة جدا في الوحدة دي، لأن avoid دي من الكلمات اللي بيجي بعديها verb plus ing على طول، بيجي على طول بعديها verb plus ing. avoid avoid معناها يتجنب، بيجي بعدها غالبا فعل زي باي ان جي. ابزورب يمتص. رينيوابل عندي كلمة نيو يعني جديد، رينيوابل رينيوابل متجدد. جلوبال وورمنج الاحتباس الحراري. اير بولوشن ميثان، الميثان ده من غازات الاحتباس الحراري اللي هي من الجرين هاوس جاسز. انا عندي 3 غازات في الجرين هاوس جاسز، غازات الاحتباس الحراري بتسبب تلوث البيئة، الميثان والكربون داي اوكسيد والووتر فيبر اللي هو بخار الماء. ماشي، ميثان ده من غازات الاحتباس الحراري، جرين هاوس جازيت. سولار انرجي. كورال ريفز. اندستري كرييت. كلمة كرييت مع غالبا بتساوي كلمة ميك، معناها يخلق أو يجعل أو ينشئ. فوسيل فويلز فوسيل فويلز فوسيل فويلز معناها الوقود الحفري. فوسيل فويلز. لاند فيل سايتس لاند فيل سايتس مواقع رمي الكمامة، القمامة. أركتيك القطب الشمالي. أنتركتيك القطب الجنوبي. ويست 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 معناها يهدر أو يضيع. أنا أقول ويست تايم معناها يهدر الوقت. ويست موني معناها يهدر المال. وكلمة ويست كمان معناها نفايات. ويست. ريسايكل إعادة تدوير. بلانت كلمة بلانت يعني نبات، إنما بلانت لما تيجي الإيه في النص كده معناها كوكب. وارمر سيز وارمر سيز بحار أكثر دفئا. كيميكالز كيماويات. كوز يسبب. الكتريكال اكويبمنت معدات كهربائيه. كلمه اكويبمنت كلمه انكاونتابل، كلمه لا تعد. ويند باور طاقه الرياح. بروديوس يعني ينتج. بروديوس طبعا هنا بروديوس الاس السيفت بروتي اس عشان بعديها ايه. بروديوس بيبر ورق. ميتال معدن. كولكت بروجكت. الكتريسيتي فورست فايرز حرائق الغابات. فارمينج الزراعه. فارمينج. بريس يعني يتنفس، لو شلت الإي منها تبقى بريس يعني نفس، لما بريس دي فيرب معنى يتنفس. ليف ليفت. باي بايت بي يعني يدفع، يدفع فلوس يعني، الماضي منها بايت. ليف يعني يغير، الماضي منها ليفت. قم يعني يأتي، الماضي منها كيم. تشوز يختار. تشوز تشوزين. سلو داون سلو داون يعني يبطئ. باي فور يدفع تمن حاجة. reason for يعني سبب. solution يعني حل. solution to in the same way بنفس الطريقة. look through الجي سايلنت يعني ينظر خلال. cut down trees يعني قطع الغابات أو قطع الأشجار اللي هو اسمه deforestation. deforestation يعني قطع الغابات. forms of energy أشكال الطاقة. good for يعني مفيد ليه، في فرق بين good for و good at. good at يعني أنا كويس الحاجة دي. I am good at English أنا كويس الإنجليش. I am good at math. I am good at sport. إنما good for معناها مفيد لي. ماشي؟ سواء كلمة useful. useful يعني مفيد. breathe out يعني يخرج الزفير. get worse يزداد سوءا. get hotter يزداد سخونة. احنا قلنا من الترم الأولاني إن كلمة get لما بتيجي قبل الصفة بتحولها لفعل. يعني مثلا happy يعني سعيد، لو أنا قلت get happy يعني يسعد. sad يعني حزين، لو أنا قلت get sad معناها يحزن. هوت يعني ساخن، لما انا قلت جيت هوت يعناها يسخن. جيت هوتر يزداد سخونة. كوز يعني يسبب. كلايمت تشينج كوز كلايمت تشينج. ليف رابش يترك القمامة. باس اكزامز يعني يجتاز الامتحان. انا عندي كلمة باس هنا معناها يجتاز، عكسها فيل يعني يفشل، عكسها فيل اف اي اي ال يعني يفشل، وبتساوي كلمة سوكسيد ان يعني ينجح فيه. انا عندي كلمة باس معناها يجتاز، هي هي سوكسيد ان يعني ينجح فيه. بس exams يجتاز الامتحانات. take a shower
سيف ووتر يوفر المية، عكس سيف ووتر ايه؟ احنا قلنا كلمة ايه معناها يهدر، كلمة ويست، ويست ووتر يعني يهدر الماء، ويست ووتر يهدر الماء. ماشي. stay in air يبقى في الهواء، breathe in معناها يستنشق، air pollution تلوث الهواء، landfill sites مواقع الكمامة، melting ice إذابة الجليد، deforestation قطع الغابات، absorb يمتص، climate change تغير المناخ، carbon dioxide كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون، جرين هاوس جاسز غازات الاحتباس الحراري، كلمة دروت معناها مناخ، ميثان سولار انرجي الطاقة الشمسية، فارمنج يعني زراعة، انكريز يعني يزيد، ريز يعني يزيد، اكسباند يعني يزيد او يمدد، عكسها ديكريز يعني يقلل، وريديوس يعني عندي هنا انكريز لو شلت الاي ان احط مكانها دي اي تبقى ديكريز او ريديوس، بروبلم مشكلة، ترابل مشكلة، عكسها سولوشن، سولوشن يعني حل أو أنظر، أبزورب يمتص، تيك إن يمتص، سوك أب معناها يمتص، عكسها ليك يتسرب، أو جيب أوت يتسرب. كلمة ملت يعني يذوب، ديسولب، ديسولب معناها يتحلل أو يذوب، فريز يجمد، ويست يعني يهدر، لوز يعني يخسر، ميس يوز انا عندي كلمة يوز يعني يستخدم، ميس يوز يعني يسيء الاستخدام، زي ميس اندرستاند يسيء الفهم، عكسها سيف يعني يوفر، بريزيرف يعني يحفظ، كمان في كلمة كيب، كيب يعني يحافظ او يستمر، ليها معنيين، كيب معناه يحافظ على ومعناها يستمر، وكلمة يستمر دي هناخدها في الجرامر دلوقتي لان كيب اللي معناها يستمر بيجي بعديها فعل زي الاي ان جي، كيب بريزيرف كونتينيو، عكسها اندنجر يعني يعرض للخطر، وستوب سيريس خطير، دينجرس خطير، ام سيف يعني غير امن، عكسها ام سيريس يعني غير خطير، وسيف يعني امن، ورس يعني اسوأ، بورر يعني اسوأ، بيتر يعني افضل، امبروفد يعني متقدم او افضل يعني، افويد يتجنب، وقلنا بيجي بعديها فعل زي اي ان جي، وستوب معناها يمنع وبرضه بيجي بعديها فعل زي ان جي، اللاو يعني يسمح، وفيس يعني يواجه. خلي بالنا ان كلمة ري معناها اجين، لما اقول رينيوبل متجدد، ماشي، نون رينيوبل يعني غير متجدد، سايكل ري سايكل، سايكل يعني دورة او يركب دراجة، ري سايكل يعني يعيد تدوير، نيو يعني جديد، رينيو رينيو يعني يجدد، يبقى ري لما تيجي في الاول تبقى معناها أجين. ال A B N اللي بتيجي في الآخر دي تدي معنى للصفة، يعني احنا قلنا renew يعني يجدد، طب renewable يعني متجدد، حطيت لها A B N في ال A B N E في الآخر بقت صفة متجدد، change يعني يغير، changeable يعني متغير، يبقى ال A B N E دي suffix لاحقة في الآخر وبيجي بتخلي بتحول الفعل أو الاسم إلى صفة، environment environmental ال AL adjective، equip equipment ال MENT دي خلت الاسم بقى الفعل بقى اسم، equipment يعني معدات، بلوت يعني تلوث، بلوت يعني يلوث، بلوشن يعني تلوث، حطيت لها ION. يلا بقى نشوف الفرق بين الكلمات، يعني عندي كلمة ويزر، ويزر معناها الطقس في حدود 3 أيام أو أسبوع بالكتير، يعني ممكن أقول طقس بكرة حر أو الأسبوع الجاي حر، إنما الكلايمت ده المناخ على مدار العام، يعني أنا بتكلم كده عن مناخ مصر، حر جاي في صيفا ده في ممطر شتاء ده طول السنة، أنا بتكلم عن المناخ، بتكلم على الكلايمت يعني المناخ ده طول العام، إنما ويزر ده تنبؤ حالة الطقس يعني في خلال يوم يومين أسبوع أوي بالكتير. ماشي. بريس معناها يتنفس اللي في آخرها إيه، لما بريس معناها نفس، بريسينج عملية التنفس، بلانت اللي بالإي كوكب، إنما بلانت يعني نبات أو يزرع، وبلين يعني طيارة، وبلان يعني خطة. جميل جدا الحتة دي تخلينا نعرف الفرق بين الكلمات، بلانت كوكب، بلانت يعني نبات أو يزرع، بلين يعني طيارة، وخلي بالنا أنا قلت دي بلان وقلت دي بلين، يعني إيه بقى اللي قصر، إيه اللي خلى دي تبقى مكسورة كده بلين، الإيه اللي في الآخر. ماشي، لما انا اقول لك كده دي اسمها ايه؟
دي اسمها كان، انما لما احط لها ايه في الاخر هتبقى ايه؟ هتكون كين. كين اللي كسرها، اللي كسر ال اللي في نصي، ال اللي في الاخر. ال اللي في الاخر ما بتنطقش لكن لها وظيفه في النطق. ماشي نقراهم تاني. بلانت ده كوكب، بلانت نبات، بلين طائره، بلان يعني خطه، كوز يعني يسبب، تيجي فعل واسم، انما ريزون يعني سبب، تيجي اسم بس. وكلمة كوز برضو يسبب أو سبب، إنما كوز ممكن تيجي فعل وممكن تيجي اسم، إنما ريزون معناها سبب وبيجي بعديها حرف جر. ده كولد ويزر كوز مي تو سليب، يعني معناها جعلني، يبقى ميد مي سليب. كوز اوف يعني سبب او مبرر. يعني عندنا كلمة ريزون يعني سبب بيجي بعديها حرف الجر فور، انما كوز يعني سبب بيجي بعديها حرف الجر اوف. مش choose the correct answer from A, B, C or D. happens when all trees and happens يعني يحدث when all the trees لما كل الأشجار in an area في المنطقة are cut down يعني تقطع. اللي بيحصل لما نقطع كل الأشجار في المنطقة دي اسمه إزالة الغابات، اللي هي deforestation. deforestation number two. two is to reduce. reduce يعني يقلل. how fast something goes سرعة الشيء، يقلل سرعة الشيء. reduce how fast يعني يقلل سرعة حاجة اسمها slow down. slow down يعني يقلل السرعة. the energy we get from the sun الطاقة اللي بنحصل عليها من الشمس is called تسمى ايه؟ الطاقة الشمسية. يعني ايه الطاقة الشمسية؟ solar energy. is the business هو العمل of growing crops، عمل بتاع growing يعني زراعة الكروبس المحاصيل، and looking after animals والاعتناء بالحيوانات for food من أجل الغذاء، ده اسمه farming. يبقى farming مش بس زراعة المحاصيل ولكن أيضا الاعتناء بالحيوانات، دي اسمها ايه؟ farming. is a problem هي مشكلة in the Arctic and Antarctic because the global warming بسبب الانحباس الحراري. it causes floods وبتسبب فيضانات. طبعا هو في القارة القطبية الشمالية والجنوبية المشكلة اللي بيحصل فيها melting ice معناها ذوبان الجليد. number 6 is a place هو المكان where people leave rubbish on سلام، المكان اللي الناس بيتركوا فيه الربش أو الكمامة، يبقى ده موقع إلقاء الكمامة اسمها landfill site. number 7 to means to take in liquid، إن أنت take in معناها يمتص liquid سائل or heat أو يمتص الحرارة through surface من خلال السطح، ده بيعمل معناها كده take in معناها يمتص. طب فين هنا كلمة يمتص تاني؟ عايزين كلمة تاني معناها يمتص. يمتص ليكويد يعني يمتص سائل أو يمتص الحرارة اسمها أبزور. أبزور بيمتص. number 8 is a greenhouse gas هو غاز من غازات الاحتباس الحراري that is made from landfill sites بينتج من landfill sites يعني مواقع أماكن إلقاء القمامة. طبعا الميثان احنا قلنا غدا. بصوا هنا يا جماعة في السؤال التاني ده، أنا عندي نوعين من غازات الانحباس الحراري، غازات الصوب الزراعية أو الانحباس الحراري اسمها جرين هاوس جازز. ماشي، فأنا عندي هنا الميثان والكربون داي أوكسيد. الميثان من غازات الانحباس الحراري والكربون داي أوكسيد هما الاتنين دول بيسببوا تلوث الهواء، بس أنا هنا هختار الميثان لأن الميثان هو اللي بينتج من اللاند فيل سايتس مواقع إلقاء القمامة، إنما الكربون داي أكسيد مع إنه برضه بيسبب تلوث للبيئة لكن هو بينتج من الاحتراق الفوسيل فويلز. إيه فوسيل فويلز ده؟ يعني الوقود الحفري. يبقى أنا عندي الميثان والكربون داي أكسيد هما الاتنين من جرين هاوس جازز وبيسببوا تلوث للبيئة، بيسببوا إير بولوشن تلوث للبيئة، لكن اللي بينتج من اللاند فيل سايت هو الميثان، والكربون داي أكسيد بينتج من fossil fuels burning fossil fuels يعني حرق الوقود الحفري. number 9 اهو، إذ أجاز هو الغاز
ووتش وبريس اوت. احنا بريس اوت يعني بنعمله في عمليه الزفير، يعني بنخرجه، واحنا بنتنفس بنخرجه، احنا بناخد ثاني اكسيد الكربون ده بريس ان، بريس ان اوكسجين قصدي، بريس ان اوكسجين، بنمتص بنستنشق الاكسجين ونخرج بريس اوت كربون داي اوكسيد. and which is produced، وكمان بينتج by burning fossil fuels عن طريق حرق الوقود الحفري. ايه الغاز اللي بينتج من حرق الوقود الحفري؟ هو الكربون دايوكسيد. نمبر 10 is damage، هو دمار caused to the air، بيحدث في الهواء by chemicals عن طريق الكيماويات and waste. ايه بقى اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل في الهواء؟ الحاجة اللي بتدمر الهواء بتنتج عن طريق حرق الكيماويات والفضلات، ده الاير بولوشن يعني تلوث الهواء. نمبر 11 is someone who does a job، واحد بيعمل وظيفة willingly بإرادته and for free ومجانا، ده volunteer يعني متطوع. to something is to turn into something that can be used again، turn into يعني نحول حاجة لحاجة ممكن ان احنا can be used again، معناها ان احنا هنستخدمها مرة تانية، يبقى احنا كده بنعمل اعادة تدوير recycle. He has a serious illness، serious illness يعني مرض خطير. The synonym، synonym يعني معنى، of serious معنى كلمة serious معناها خطير يعني ايه، يبقى dangerous، والانتونيم unserious. House prices، أسعار البيوت are expected to increase again، من المتوقع أن increase، increase يعني يزيد، عكس increase ايه، increase يزيد، عكسها reduce او decrease، يعني ممكن اشيل الاي ان دي واحط دي اي تبقى decrease يعني يقلل، او reduce يعني يقلل. My uncle worked as a for a hospital، he doesn't take any money، ما بياخدش اي فلوس، يبقى بيشتغل ايه، volunteer. My cotton jacket، الجاكيت القطن absorbs، يمتص water from rain، المياه من المطر. absorb معناها يمتص، here is like كلمة absorb معناها يمتص، يبقى take سيرين. his bad behavior يعني تصرفه السيء will create problems، هيسبب مشاكل. the synonym of create معنى كلمة create يسبب، معناها ايه، معناها form، form يعني يكون او يشكل او يسبب. to form the adjective of the environment، environment يعني البيئة، عشان نجيب الadjective منها we add، بنحط ال suffix al environmental al، وتشينج ذا فيرب equip، equip من معناها يجهز، into a by adding the suffix ment equipment، بنخليها equip يعني يجهز، بنخليها noun تبقى equipment معناها معدات. trees absorb carbon dioxide يعني الأشجار absorb معناها بتمتص carbon dioxide. the opposite of absorb عايزين عكسها، هو معناها take in لكن عكسها الاوبزيت بتاعتها ايه؟ ماشي، الاوبزيت يبقى جيف اوت، جيف اوت يعني يخرج، يبقى ابزورب هي هي تيك ان، يمتص عكسها جيف اوت. دونت وري، لا تقلق، ذا ويذر از وورم، الطقس وورم يعني دافئ. وورم از ان انتونيم، وورم دي عكس كلمة وورم يعني دافئ، عكسها كولد يعني بارد. بي كيرفول، كن حذر. سلو داون، ابطئ بليز. slow down is an antonym، كلمة slow down يعني امشي ببطء أو ابطئ السرعة، عكسها speed up يعني أسرع. if we keep، keep معناها استمرينا، وخلي بالنا كلمة keep لما بيكون معناها يستمر بيجي بعديها فعل زي ال ing، ودي هناخدها في الجرامر النهاردة. if we keep burning fossil fuels معناها لو استمرينا في حرق الوقود الحفري، climate change will get worse، التغير المناخي هيكون أسوأ. كلمة worse، worse هنا معناها أسوأ، is an antonym عكسها إيه؟ كلمة worse يعني أسوأ، عكسها bitter يعني أفضل. to make the word farm mean the act of planting، عشان نخلي كلمة farm يعني مزرعة، عايزين نخليها act يعني، act يعني هو عملية the planting الزراعة، we add the suffix إيه؟ ing تبقى farming، farming يعني الزراعة. we use petrol and natural gas، نستخدم البترول والغاز الطبيعي for energy من أجل الطاقة. This means we use، ده معناه إن إحنا بنستخدم البترول والغاز الطبيعي، اسمها fossil fuels، وقود حفري.
we need to use less water، محتاجين ان احنا نستخدم ميه اقل. This mean we need to water، ده كده معناها ان احنا محتاجين ان احنا نوفر الميه. يعني ايه وفر؟ يعني save water. He died after suffering from a serious illness، هو مات بعد عناء من serious illness، يعني مرض خطير. The word serious، كلمة serious means معناها dangerous. We take every precaution to avoid accident، precaution ناخد كل الاحتياطات to avoid حتى نتجنب accidents يعني الحوادث. The synonym of the word avoid، avoid معناها يتجنب، معناها stop. كلمة يتجنب معناها احنا بنحاول نعمل كل حاجة عشان نتجنب الحوادث، هي حتى موقف الحوادث يبقى stop. Number 17، to give the opposite meaning of the word renewable، عشان نجيب عكس كلمة renewable متجدد، we add the prefix non renewable. renewable احنا عندنا كلمة re يعني again، و new يعني جديد، وال a b l e دي بتاعت ال adjective بتاعت الصفة. كلمة renew لوحديها معناها يجدد. بص هنا في كام بريفكس وسافكس في الكلمة دي، أنا أصل الكلمة أصلا نيو حطيت لها ري، دي كده بريفكس معناها أجين، وحطيت قبل ري نان، والنان دي معناها نوت يعني العكس بتاعها، وحطيت في الآخر سافكس اللي هي اي بي ال اي، دي بتدينا معنى الصفة، يبقى رينيوبل معناها متجدد، نان رينيوبل يعني غير متجدد، ورينيو يعني يجدد، ونيو لوحديها يعني جديد. يبقى احنا دلوقتي عايزين نجيب العكس، يبقى non renewable. Recycling is great for the environment، يعني إعادة التدوير هام للبيئة. This mean it is، ده معناه طالما هو great يعني هام للبيئة معناه ان هو good for the environment. Stop shouting، توقف عن shouting يعني عن الصراخ. You are giving me a headache، انت عامل لي صداع. The antonym of stop، عكس كلمة stop، stop معناها يتوقف، يبقى عكسها continue. continue continue يعني استمر، أو keep يعني استمر، بعكس كلمة stop continue. The solar energy doesn't disappear، يعني الطاقة الشمسية لا تختفي. When we use it، لما بنستخدمها، طالما الحاجة ما بتختفيش لما بنستخدمها يبقى الحاجة دي متجددة. يعني ايه متجددة؟ يعني renewable. Fortunately لحسن الحظ I didn't fail، fail يعني يسقط. I know the exam، يعني أنا اجتزت الامتحان يجتاز، يعني I passed the exam. 22، the prices of electric machines، أسعار الأجهزة الكهربائية are getting higher، بتزداد. To get the noun from the electric add the suffix electricity. electric يعني كهربائي، احنا عايزين بقى النوين يعني نوين يعني الاسم، يعني عايزين كلمة الكهرباء electricity. We should protect our environment، لازم نحمي البيئة بتاعتنا. To get the adjective from the verb protect، عشان نجيب الصفة من كلمة protect add the suffix، بنحط ايه؟ كلمة protect يعني يحمي، protective معناها يعني protective يعني محمي، protective. protective يعني محمي، يبقى انا هحط لها ايه؟ هحط لها اي في اي بس، مش هحط لها يعني احنا عند هو هنا ملخبطين، نكتب الكلمه عشان نشوف. بروتكتيف يعني محمي، نحط لها اي في اي، بروتكتيف يعني محمي او حامي. هي وركد هارد تو باس ذا اكزام، يعني هو اجتهد علشان يجتاز الامتحان. ذا سينونيم اوف باس، معنى كلمه باس، باس معناها يجتاز، معناها سكسيد. We need to solve this global problem، محتاجين ان احنا solve يعني نحل، this global problem يعني هذه المشكلة العالمية، global يعني كوني خاصة بالأرض أو عالمي. The antonym of global، global يعني عالمي، عكسها local يعني محلي.
تريز بريس ان. بريس ان يعني بتستنشق، يعني بتاخد كربون داي اوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، اند بريس اوت اكسجين، وتطلع علينا بريس اوت اكسجين، سو زي ار فور اس. عشان كده الاشجار دي مفيده لينا. يعني ايه مفيده؟ يعني يوسفول، وكلمه يوسفول هنا بتساوي كلمه جود فور. يوسفول فور هي هي جود فور. فورست فايرز ار انكريزنج، يعني حرائق الغابات increasing يعني بتزداد، because our planet، لأن الكوكب بتاعنا is getting hotter. getting hotter يعني بيسخن نتيجة لل climate change اللي هو التغير المناخي. greenhouse gases، غازات الصوب الزراعية أو غازات الانحباس الحراري، are gases، هي الغازات in the earth's that trap heat in the earth's atmosphere، في الغلاف الجوي للأرض that trap، بتحبس الحرارة. هي احنا الغازات ده هي بتنبعث من الأرض وفي هنا، وتيجي تقف هنا وتعمل زي سحابة كده، وبتمنع الحرارة الزايدة من الأرض إن هي تخرج من الغلاف الجوي، فبتسبب سخونة في الأرض. فبتعمل إيه؟ بتحبس الحرارة. يعني إيه يحبس؟ يعني التراب. التراب دي يعني يحبس المصيدة ده. يبقى غازات الانحباس الحراري بتنبعث من الأرض وبتسبب سخونة. ليه؟ لأن هي بتعمل زي سحابة كده، او زي صوبه زراعيه زي ازازه كده، وبتمنع الحراره ان هي تخرج من الارض من الغلاف الجوي، فبتسبب ان الارض تبقى مور هوت، يعني تبقى هوتر. ماشي. يبقى الاتموسفير جرين هاوس جازز ار جازز ان ذا ايرثز اتموسفير، في الغلاف الجوي للارض، ذات تراب. تراب يعني بتمنع او بتحجز او بتحبس الهيت، يعني الحراره. ايرث از ذا فيفث لارجست ايه؟ الايرث يعني كوكب الارض. كوكب الارض ده ايه؟ كوكب الأرض ده بلانت. بلانت مش بلانت، بلانت نبات، إنما بلانت يعني كوكب. لاند فيل سايتس يعني مواقع القمامة. لاند فيل سايتس ار بليسز، هي الأماكن، وير سام بيبل ثرو رابش لاند فيل سايتس. if you don't do something about this problem، لو ما عملتش حاجة ناحية بخصوص المشكلة دي ناوي يعني دلوقتي، it will worse. احنا قلنا عشان نجيب قبل الصفة عايزين نقول تصبح أسوأ، يبقى it will get worse. الفعل جيت بيتحط قبل الصفة وبيخليها فعل. جيت هابي، يسعد، جيت ساد، يحزن، جيت وورس، يزداد سوءا. It was raining for days، الدنيا قعدت تمطر أيام طويلة. And then there was a، بعد ما مطرت، so people used boats to leave their houses، قعدت تمطر أيام كتير وكان في إيه، so people used the boats، استخدموا المراكب، to leave their houses، عشان يتنقلوا من بيوتهم. يبقى أكيد كان في فيضانات، يعني floods. flood يعني فيضان، عكسها drought يعني جفاف. many countries، كثير من الدول، try things to help the environment، كثير من الدول بتجرب او بتحاول recycling things، اعادة تدوير الاشياء عشان تساعد البيئة. we have lots of sun، عندنا كثير من الشمس. and we could make lots of، وممكن نصنع كثير من، by using solar energy، lots of، وممكن نولد الكثير من الالكتريستي يعني الكهرباء، by using، عن طريق استخدام solar energy. The match was cancelled. cancelled معناها ألغية، because of last week bad، عشان الطقس، أو عشان، لأ، عشان الجو أو الطقس بتاع الأسبوع الماضي. احنا بنتكلم على طقس في موعد محدد، يبقى weather. What do you think was the reason؟ كلمة reason خلي بالنا بيجي بعديها حرف الجر for، إنما كلمة cause اللي هي سبب بيجي بعديها حرف الجر of. What do you think was the reason for their success؟ تعتقد إيه كان سبب نجاحهم؟ We must all putting rubbish in the middle of the road، كلنا يجب إن إحنا نتجنب أو نبطل putting rubbish، إن إحنا نضع القمامة in the middle of the road. in the middle of the road في منتصف الطريق معناها avoid. recycle يعيد تدوير، solve يعني حل، environment يعني البيئة، solving health head. throwing rubbish away makes our streets، throwing rubbish away معناها إلقاء الكمامة، makes بتجعل our streets يعني بيوتنا، homes شوارعنا وبيوتنا، shops ومحلاتنا، and school look ايه، تبدو ايه. نسيبها للآخر عشان في كلمة ممكن ايه، إلقاء الكمامة تخلي شوارعنا look ايه. So we have to organize ourselves، لازم ان احنا ننظم نفسنا، to this problem، حتى to بيجي بعديها فعل دول اضافات، حتى نحل هذه المشكلة، يبقى to solve، to solve this problem. collecting it to a place where we can not it and help our
ونجمع الكمامة إن أبليس مكان وير وي كان نستطيع إن إحنا إيه ريسايكل إت. كده رقم 2، ودي رقم 3، ريسايكل إت أند هيلب أور ونساعد أور إنفايرومنت، البيئة بتاعتنا. ماشي. تقريبا كده الكلمة دي غلط، هي الكلمة دي باد مش هيد. يبقى دلوقتي نقرأ تاني الجملة الأولانية، إن إلقاء القمامة ميكس أور ستريت، بيجعل شوارعنا وبيوتنا وشوبس ومحلاتنا عند سكول لوك تبدو سيئة، لوك باد. يبقى دي رقم 1. تو بلوت بلانيت رينيابل رينيوابل رينيوابل بلوتينج بلانت هيلثي. احنا هنا عندنا بلوتينج وإما تو بلوت، هنشوف دي ولا دي. ودي نعرف إن هي إيه جرامر، يعني في حاجات بيجي بعديها فعل زي ان جي زي ما احنا هناخد النهارده، او طول مر. عندي كلمه بلانت قلنا كوكب، وبلانت يعني نبات او يزرع. نشوف كده، وي شود كيب ذا انفايرمنت كلين، يجب ان نجعل البيئه نظيفه. وي شود افويد ذا نايل، كلمه افويد وعماله اقول لكم كلمه افويد معناها يتجنب او يوقف، وبيجي على طول بعديها فعل زي اي ان جي، يبقى احنا دي هنشيلها ودي هتكون رقم 1. We should avoid bloating the Nile، يجب أن نتجنب تلويث النيل. We should more trees، يجب أن نزرع. يبقى we should plant ولا planet؟ لا we should plant، يبقى دي رقم 2، دي كده تتشال. More trees also، وأيضا we should use energy، يجب أن نستخدم طاقة متجددة renewable energy. Thus we will be able، وبذلك نستطيع أن احنا نكون قادرين to live in a environment، in a healthy environment، في بيئة صحية. نبدأ بقى في الجرامر. قاعدة اف اللي هي كلمة اف معناها لو، طيب يعني لو ذاكرت هتنجح. قاعدة اف الحالة الأولى دي خدناها في تانية إعدادي قبل كده، اف مضارع نحفظها، اف أو هوين مضارع ولو المصدر. يبقى أنا عندي دلوقتي كلمة اف، اف بتيجي في الأول كده، نركز بقى قوي في الحتة دي ماشي، عشان في حاجات بتلخبط كده. كلمة اف بتيجي في الأول، بيجي بعديها مضارع. يعني ايه مضارع؟ يعني يا إما انفينيتيف يعني فعل بدون إضافات، أو فعل في آخره اس مع هي وشي وات، أو فعل في آخره اس ماشي. والناحية التانية ويل، والمصدر ويل بلس انفينيتيف. ازاي يعني؟ بص هنا، if you study، لو ذاكرت، كوما you will succeed، هتنجح. if you study you will succeed. انا عندي هنا كلمه اف اهي، جه بعديها مضارع بسيط، يعني جه بعديها فعل مبني اضافات. الناحيه الثانيه اقول المصدر، ولو انا حبيت اغير اف دي بدل يو اخليها هي، اقول اف هي ايه؟ اف هي studies، لان اف جاي بعديها مضارع بسيط، ومع هي في المضارع البسيط لازم احط في اخر الفعل اف. اف هي studies هي will succeed. طب انا عايزه انفي الجمله دي، يعني الجمله اللي بعد اف هتتنفي بايه؟ بدونت او doesn't زائد المصدر، والجمله اللي الناحيه الثانيه هتتنفي بويل will not. will not دي ممكن تتكتب كده want. يعني انا عايزه دلوقتي في الجمله اللي فوق اللي انا قلتها دي اقول ايه؟ if he doesn't study he won't succeed، يعني لو ما ذاكرش مش هينجح. يبقى انا دلوقتي عندي كلمه if، ممكن خلي بالنا تيجي في النص ازاي بقى. بصوا كده، he won't he will، اللي هي سهله، he will succeed، هو هينجح. if he studies يبقى عندنا هنا اف جت في النص اهي، كده كده اف جاي بعديها مضارع بسيط، حتى لو جت في النص جاي بعديها مضارع بسيط، واللي قبليها ويل.
طب لو جت في الاول هيجي بعديها مضارع بسيط وللناحيه التانيه ولد. ماشي، بص هنا، if the bus arrives late again I will phone you. كده طبعا ابوستروف ال ال تخسر، والادي اف مضارع بسيط يعني فعل في اخره اس، والناحيه التانيه ويل والمصدر. طارق از ال، طارق مريض. خلاص الموضوع ده خلص. بص يعني الاول هنا اف، اف هي از بيتر، از دي اللي هي فيرب تو بي في المضارع البسيط، ام واز واور، يبقى اف مضارع الناحيه التانيه ويل والمصدر. اف هي از بيتر تومورو، لو كان كويس بكره هي ويل كوم تو سكول، هيجي المدرسه. اف مضارع ويل والمصدر، اف اهي جايه في الاول بعديها مضارع هو هاف، يبقى الناحيه التانيه ويل والمصدر. اف اي هاف ا لوت اوف كار، ا لوت اوف ماني، لو عندي فلوس كتير اي ويل باي ا كار، وممكن اجيب اف في النص كده اي ويل باي ا كار اف اي هاف ا لوت اوف ماني، يبقى اف كده كده جاي بعديها المضارع البسيط. نخلي بالنا ان اف نفسها عمرها ما بيجي بعديها ولا ويل ولا وود ولا اي حاجه، مضارع بسيط. climate change will get worse، يعني التغير المناخي هيكون اسوأ if we don't take more action now، لو احنا ما خدناش more action now، لو ما خدناش دلوقتي قرارات سريعة التغير المناخي هيكون أسوأ. ادي عندنا هنا اف، بس لما اجي اقفل المضارع البسيط بمشي بدونت او دازنت، فانا هنا نفيتها، لو ما خدناش اكشن سريع climate change التغير المناخي will get worse. if it isn't ادي isn't، اللي هو verb to be في المضارع البسيط اللي هو ام ويز وار، وهنا isn't عشان مع it ومنفية. if it isn't too hot tomorrow، لو الجو مش هيكون حر بكرة we will go to the beach. ماشي، if Ali studies hard he will pass his test. if مضارع، لو ذاكر كويس هينجح في الامتحان. if مضارع will والمضارع. I will do all my shopping، هعمل كل الشوبينج اونلاين. when، احنا قلنا كلمة when بتساوي كلمة if، when I am older، when مضارع جاي بعديها am ليه، عشان دي اصلا الجملة verb to be، verb to be في المضارع am و is و are، الناحية التانية will والمضارع. our environment يعني البيئة بتاعتنا will be cleaner، هتكون أنضف if we recycle the rubbish، لو احنا recycle يعني عادنا تدوير القمامة. ادي اف مضارع والمصدر، ادي مضارع هنا الناحية التانية والمصدر. طب انا لما اجي اعملها سؤال يعني بص الجملة دي what will happen if it is hot tomorrow، ادي هنا كلمة اف بعدها مضارع بسيط، يبقى السؤال الفعل المساعد بتاع السؤال ايه؟ will. what will happen what will you do if it is hot tomorrow. ماشي، دي كده قاعدة اف. في برضو درس جرامر تاني بس كله حفظ. انا عندي افعال بيجي بعديها to المصدر، وافعال بيجي بعديها فعل زاد اي ان جي، وافعال ممكن يجي بعديها to المصدر او فعل زاد اي ان جي، وافعال بيجي بعديها طول المصدر او فعل زي الاي ان جي بس معناها بيتغير. تعالوا بقى نشوف بسرعه، بس الكلام ده عايز حفظ اكتر ما هو فاهم، يعني الدرس ده نعتبره درس فوجاب، درس كلمات عايزه تتحفظ. يبقى دلوقتي الحاجات اللي بيجي بعديها طول المصدر، كل ما اجي اترجم في العربي كلمه ان، يعني يريد ان، يقرر ان، يخطط ان، يرتب ان، كل الحاجات دي بيجي بعديها طول المصدر. agree choose decide expect hope choose want refuse offer plan يعني يخطط need يحتاج warn يعني يحذر learn start arrange يعني يرتب encourage يشجع encourage يعني يشجع مش يهدد encourage معناه يشجع intend يعني ينوي allow يعني يسمح كل ده بيجي بعديه to المصدر. يعني بص everyone agreed كل الناس اتفقوا to meet ان هم يتقابلوا at the airport. علي has decided قرر to study ان يذاكر. you can choose to recycle الحاجات دي اللي فوق دي كلها بيجي بعديها طول المصدر، دي افعال بيجي بعديها فعل زاد اي ان جي. كلمة keep معناها مش يستمر، طبعا keep اللي معناها يستمر هي اللي بيجي بعديها فعل زاد اي، مش يحافظ على، keep اللي معناها يستمر هي اللي بيجي بعديها فعل زائد اي ان جي. يعني he keeps polluting the environment، هو يستمر في تلويث البيئة. he keeps studying يعني هيستمر في المذاكرة، يبقى أنا عندي كلمة keep اللي معناها اي ان جي، اللي فيها اي ان جي هي دي اللي بيجي بعديها keep اللي معناها يستمر هي اللي بيجي بعديها اي ان جي. كلمة avoid يتجنب بتساوي كلمة stop. كل أفعال الحب والكره بيجي بعديها اي ان جي، look like hate love. كلمة look forward to معناها يطلع إلها ولازم تتحفظ، look forward to بيجي بعديها فعل اي ان جي. finish ينهي، براكتس يمارس،
مايند يعني يمنع، كلمة مهمة جدا. ريكومند يعني يوصي أو يرشح حاجة. انجوي يستمتع. سجست يقترح. الأفعال دي تحفظ زي اتمنى بيجي بعدها اي ان جي. أنا عندي كلمة أفعال الحب والكره أو كلمة بيجن وستارت بيجي بعديها فعل زد اي ان جي أو تو المصدر. بس أفعال الحب والكره لو جه قبليها كلمة وود لازم أن يجي بعديها تو المصدر. والأفعال اللي هي بيجن يعني يبدأ وستارت ممكن يجي بعديها ده أو يجي بعديها ده. بس لو جه فيها نفسها اي ان جي يعني مثلا ايه عايزة اقول انا بدأت أذاكر I started to study. أو I started studying. الاثنين صح. I started to study أو I started studying. الاثنين صح. ماشي. طب امتى ما يبقاش الاثنين صح؟ لو كلمة start نفسها في آخرها ING. I am starting. انا ببدأ ساعتها ما ينفعش اجيب ابدا بعديها اي ان جي تاني. هقول I am starting to study. ينفع اقول في الحالة دي I am starting studying. ما ينفعش. ليه؟ عشان start في اخرها اي ان جي. نفس الطريقة كلمة begin يعني يبدأ. افعال الحب والكره. افعال الحب والكره قلنا بيجي بعديها برضو فعل زائد اي ان جي او طول المصدر براحتنا، الا لو جه قبلها بقى قبل كلمة قبل افعال الحب والكره دي كلمة would. I would like. لا خلاص قلت I would قبل like يبقى طول المصدر. I would like to study. أريد أن أذاكر. I would like to study. أريد أن أذاكر. كلمة remember يعني يتذكر، و remember معناه يتذكر. هنا بقى مش بمزاجي يعني، انا قلت افعال الحب والكره وستارت بيجي بعديها اي ان جي او طول المصدر وما بيغيرش المعنى، انما هنا لا بيغير في المعنى. لما اقول لك ريميمبر تو برينج تي، تذكر ان تحضر ان تشتري شاي، بفكرك بحاجه لسه ما حصلتش بقول لك افتكر ان انت تعمل الحاجه دي. انما اي ريميمبر سينج ذات مان، انا فاكر ان انا شفت الراجل ده قبل كده. يبقى ريميمبر ذات فعل ذات اي ان جي ان انت فاكر حاجه في الماضي، فاكر حاجه ان الحاجه دي حصلت في الماضي. يعني بص الجملتين دول كده. When I was young لما كنت صغير I remember visiting. فاكر ان انا visiting ان انا زرت جدي كل يوم، ان انا كنت بزور جدي كل يوم. يبقى هنا ده حاجة ذكرى في الموت، فاكر ان الحاجة دي حصلت. I love my grandmother. انا بحب جدتي. I remember to visit her every week. بتذكر ان انا بزورها كل اسبوع. خلاص كلمة stop وكلمة stop. stop دي بيجي بعديها to المصدر او فعل زاد اي ان جي مع تغير في المعنى. طبعا الفيديو ده والجرامر ده كله والهيصه دي كلها لا يمكن تتسمع مره واحده. يعني انا ممكن اقف عند قاعده اف وافهمها كويس وبعدين يوم تاني احفظ الافعال ده هي اذاكرها كويس واشوف الافعال واحفظ الافعال بيجي بعديها اي ان جي ايه، والافعال اللي بيجي بعديها طول المصدر ايه، والافعال اللي بيجي بعديها مصدر بس ايه. يعني انا مش هينفع ان انا اذاكر الوحده دي على مره او على مرتين. يعني الدرس الاول والتاني مليان جرامر ومليان كلمات، ممكن الدرس الاول والتاني نفسه اقسمه على مرتين. ماشي. مش هينفع امسك الفيديو واروح بقى اسمعاه مره واحده كده يبقى انا خلاص سمعته. لا انا واحده واحده اوقف. جرامر مهم جدا بتاع الوحده، يعني تهيألي ان ده اكبر جرامر بتاع الوحده التامنه، لان في قاعده اف في الحاله الاولى وفي الافعال دهيت، الافعال اللي بتاخد اي ان جي والافعال اللي بتاخد تو والمصدر. وبعد كده في الدرس الثالث والرابع هناخد قاعده اف في الحاله الثانيه، وبعد كده في الدرس الخامس والسادس في قاعده ثالثه، في قاعده مش عارفه خمسه ولا سته ولا المهم في قواعد كتير جدا في الوحده دي. فبالله عليكم نحاول نركز فيها، كلها سهله بس عايز تركيز. ماشي. يبقى انا عندي كلمه ستوب معناها ليها معنيين، وعلى حسب معناها هحط احدية، يا تو المصدر يا ان جي. لما انا اقول I stopped smoking معناها توقفت عن التدخين، بطلت خلاص ادخن. I stopped buying McDonald's خلاص ما بقتش اشتري McDonald's عشان مقاطعة. I stopped buying McDonald's. I stopped buying Pepsi توقفت عن شراء البيبسي. لكن واحد مش مقاطع وماشي في الشارع فبيقول ايه انا توقفت حتى اشتري. I stopped to buy. يبقى يتوقف حتى يفعل شيء stop to، انما يتوقف عن حاجة stopped زائد فعل زائد ing. ماشي. يعني مثلا في فرق بين I stopped buying و I stopped to buy. stopped buying خلاص بطلت ان انا
اشتري، استوب دي تو باي، توقفت حتى اشتري. كلمة فورجيت عاملة زي كلمة ريميمبر بالظبط. احنا قلنا انا فاكر ان الحاجة دي حصلت، يبقى اي ريميمبر فيزيتنج ماي جراند ما لما انا كنت صغير، اي ريميمبر سينج احمد ان ذا بارتي. انا فاكر ان انا اول مره شفت احمد كان في الحفله، حاجه حصلت في الماضي. انما بفكر نفسي ان انا اعمل حاجه او افكر حد ان هو لسه يعمل حاجه في المستقبل، يبقى ريميمبر تو. نفس الطريقه فورجيت تو يعني ينسى، ان ينسى ان يفعل شيء ما لم يفعل شيء، ما عملش الحاجه دي. انما فورجيت هو عمل الحاجه ونسي. يعني بص كده، اي فورجوت تو لوك ذا دور، انا نسيت ان اغلق الباب. He didn't lock it، معناه ان هو ما قفلهوش. I forgot locking the door، انا نسيت ان انا قفلت الباب فقمت مثلا من نومي عشان اقفله تاني. He locked it، هو قفله، but he couldn't remember، لكن ما افتكرش ان هو قفله. ماشي، طبعا درس عايز تركيز جامد قوي. In the rainforests، في الغابات المطيرة، you need، انت محتاج، كلمة need بيجي بعديها ايه؟ بيجي بعديها to المصدر. You need، تحتاج، أن تريد، أن need to، want to، decide to، plan to، arrange to، الحاجات دي كلها بيجي بعديها to المصدر. يبقى هنا you need to be careful، أنت محتاج أن تكون حريصا. You need to be careful، محتاج أن تكون حريصا. you keep eating، keep هنا معناها ايه؟ يستمر. خلي بالنا ان keep اللي معناها يستمر بيجي بعدها ايه؟ if you keep eating sweets، معناها لو استمريت في اكل الحلوى. if مضارع والويل مصدر، if مضارع، المضارع ده هو فعل بدون اضافات، يبقى الناحيه الثانيه والويل مصدر. if you keep eating sweets، لو استمريت في اكل الحلوى، you will have bad teeth، يعني اسنانك هتسوس، والويل مصدر you will have. we should avoid، avoid معناها يتجنب، من الافعال اللي بيجي بعديها اي ان جي. We should avoid، يجب أن نتجنب، eating unhealthy food، أكل الطعام الغير صحي. We should avoid eating unhealthy food. We should avoid eating unhealthy food. The government يعني الحكومة plans، بتخطط، أن تزرع، plan to plant، يخطط، أن يريد، أن يحتاج، أن يقرر، أن دي اللي هي to المصدر، plans to plant، بتخطط أن تزرع. My family has decided، يعني أسرتي قررت، أن تذهب، يبقى to go، to go، أن تذهب. if مضارع والم المصدر. if I too many sweets، لو أنا أكلت حلويات كتير، if مضارع والم المصدر. if I eat، يبقى فعل بدون إضافات، فعل مضارع مع I يبقى بدون إضافات. if I eat too many sweets I will feel sick. اللي بعديها، if it not hot tomorrow، لو الدنيا مش حر بكره. طبعا فيرب تو بي ده في المضارع، يا ام يا از يا ار، احنا بنقول if مضارع يبقى if it is not hot tomorrow، لو الجو مش حر بكره، we will go to the beach، هنروح الشاطئ. number 8، you get healthy if، بص هنا كلمة if عشان مش عايزين نلخبط، فين if اهي؟ if مضارع اللي هو هو جو، يبقى الناحية التانية ايه؟ will مصدر. You will get very healthy، يعني انت هتكون بصحة جيدة. If you go running every day، لو جريت كل يوم، يبقى هنا will والمصدر يبقى will go. If the train is fast، if the train is fast، if مضارع، is late، is late، لو القطر اتأخر، if مضارع، I will phone you، هتصل بيك، will والمصدر، I will phone you. The bird keeps، هنكيب معناها يستمر، allowed noise يعني الطائر استمر في عمل، allowed noise يعني ضوضاء عالية. نقول كلمة keep معناها يستمر، بيجي بعديها فعل ده ضايع، keeps making loud noise. أحمد has chosen study math at university، choose to، يختار، يعني أحمد اختار أن يدرس، يختار أن، يريد، أن need to، want to، choose to، decide to، plan، يخطط، to، arrange يعني يرتب، to، يبقى to study.
يو شود افويد يجب ان تتجنب، افويد بيجي بعديها فعل زائد اي ان جي يبقى ستة. if we keep لو استمريت، if we keep لو احنا استمرينا في برن يعني حرق الفوسيل فويلز الوقود الحفري، climate change will get worse التغير المناخي سوف يكون أسوأ، keep بيجي بعديها فعل زائد اي ان جي if we keep burning. if our seas become warmer if مضارع يبقى الناحية التانية will والمصدر، coral reefs will die يعني لو البحر بقى درجة حرارته عليه بقى أكتر دفئا، coral reefs يعني الشعاب المرجانية will والمصدر يبقى will die if مضارع will والمصدر. we must avoid يجب أن نتجنب، خلي بالك كلمة avoid مهمة جدا، we must avoid polluting the environment بيجي بعديها فعل زائد ing يجب أن نتجنب تلوث البيئة، we must avoid polluting the environment رقم 17. what do I need need بيجي بعديها to المصدر، what do I need to buy from the shops mom أنا محتاج إن أنا أشتري إيه من المحلات يا أمي، what do I need to buy to المصدر، what do I need to buy. you can choose recycling your plastic bottles you can choose ممكن إن أنت تختار أن تعيد تدوير your plastic bottles to recycle. enjoy يعني هي استمتع على طول اي ان جي، enjoy معناها هي استمتع على طول بيجي بعديها اي ان جي، we enjoy احنا بنستمتع recycling نستمتع بإعادة تدوير recycling our rubbish. we all need يحتاج ان يبقى need to والمصدر، we all need to use more solar energy كلنا محتاجين ان نستخدم more solar energy طاقة شمسية اكتر. if you keep eating sweets لو انت استمريت في اكل الحلويات you bad teeth if مضارع will والمصدر you will have bad teeth. how will طارق feel ادي هنا كلمة if جاية في النص خلي بالنا، if جاية في النص if مضارع الناحية التانية will والمصدر، how will طارق feel يعني طارق هيحس بإيه if he goes to bed early هيحس to bed very late لو راح ال راح ينام very late متأخر if he goes. will جينا في هنا will دينا بيجي بعديها الفعل بدون إضافات يبقى will دينا speak good English هل دينا تعرف هتتكلم إنجليزي كويس. good English if her parents move to Canada لو والديها انتقلوا إلى كندا. what بخلي بالنا من كلمة if جاية في النص بعديها مضارع بسيط يبقى قبليها will والمصدر، what will happen what will happen. our environment will be cleaner يعني البيئة بتاعتنا هتكون أنظف if we if مضارع will والمصدر مفيش حاجة اسمها if will plant if عمرها أبدا ما بيجي بعديها الناحية التانية هي اللي بيجي بعديها will يبقى our environment will be cleaner if we plant if we using oil we will والمصدر احنا قلنا if مضارع والمضارع البسيط يتنفي بإيه بيتنفي بdon't يبقى if we don't stop if we don't stop using oil إذا ما توقفناش عن استخدام الأويل يعني البترول we will have more pollution يعني هيبقى عندنا تلوث أكتر. رقم 27 عندي هنا كلمة if جاي بعديها مضارع قبلها will والمصدر، what will you buy what will you buy يعني ماذا سوف تشتري if you go to the supermarket لو رحت السوبر ماركت. رقم 28 do you think هل تعتقد recycle is good for the environment do you think هل تعتقد ان اعادة التدوير يعني ايه اعادة التدوير يعني recycling. بعد كده عندي هنا كلمة if جاي بعديها دي ما خدناهاش لسه معلش هي كلمة جاية كلمة غلط بس ما خدناش الجملة دي. my brother asks me to stop stop معناها يتوقف بيجي بعديها فعل زي ده اللي هو بيقول لي بطل بطل ان انت تعمل الحاجة دي
ماشي. يتوقف عن شيء stop running، لما يتوقف حتى يجري stop to run. هو بيقول لي هنا بطل ان انت تجري على الحشائش يبقى stop running. Would she to watch Indian film would، كل الافعال اللي هي اسمها افعال، الافعال الناقصه اللي هي will would وكان would بيجي بعديها مصدر. Would she to watch Indian film، يبقى would she ايه؟ هل هي تحب؟ would she ايه؟ would she like؟ مش حاجة اسمها would she enjoy. would she like؟ enjoy على طول بيجي بعديها فعل زي ing، نعمل بيجي بعديها طول مصدر هو like. we should advise people، لازما ان احنا ننصح الناس الا، الا يبقى not to. advise someone to advise people not to، يعني انا بقول لك انصحك to study، انصحك not to waste your time، يبقى اما اما advise to او advise not to. not to use بدل don't use، لا not to use too much plastic. if less energy we will keep our planet safer، لو طاقة أقل استخدمت، يعني الجملة دي جملة عايزة تفكير عالي قوي. لو طاقة، لو الطاقة الأقل استخدمت، ينفع أقول إن الطاقة بتستخدم ولا تستخدم؟ تستخدم. يبقى أنا كده عايزة أحول الجملة دي لباسيف، وباسيف في المضارع البسيط بيبقى إيه؟ يزوي التصريف التالت جرامر الوحدة الأولى. يبقى هنا هو رابط جرامر الوحدة الأولى بالوحدة التانية، إف مضارع ويل والمصدر. طب هنا إيه؟ أه ما الجملة دي برضو مضارع بس باسيف. لو الطاقة استخدمت مش استخدمت. If less energy is used، لو طاقة أقل استخدمت، we will keep our planet safer. بص هنا فين كلمة if، لازم نحط دايرة حوالين if. if جاي بعديها مضارع يبقى الناحية التانية will والمصدر. وإن contracting عادل if you want to visit him. ماشي. هنا عندي حلقة أمرية بيقول لك اتصل بعادل لو أنت عايز تزوره، اتصل بيه يعني هقول كونتاكت عادل if you want to visit him، يبقى حط هنا فعل دي الحالة الأمرية كونتاكت عادل if you want to visit him. if the car repairs well، لو العربية اتصلحت كويس ولا صلحت. نفس الطريقة دي، كل حالات الريجولر، حاجات غير حالات غير منتظمة وحالات صعبة للمتفوقين، ده الناس المتميزة. اف وبعديها برضو مضارع، بس المضارع هنا مش مضارع عادي، ده مضارع في حالة الباسيف. يعني الجملة دي معناها if we repair the car well، يعني الجملة دي كان أصلها كده. بص كان أصلها إزاي، if we repair the car ويل، يعني احنا صلحنا، لو احنا صلحنا العربية كويس جدا هما I will travel to Alexandria، هسافر اسكندرية. طب انا عايزة احول الجملة الأولانية دي لباسيف، هو فين الفاعل وي، فين الفاعل ريبير، فين المفعول ذا كار؟ طب هو عايز يبدأ بكار، يبقى اقول ايه اف ذا كار، يعني احولها باسيف. طب لما اجي احول لباسيف يبقى اف ذكر اللي هي المفعول، ولما اجي بحول لباس بعمل ايه، بحط ام او از او ار. طب الكار هتاخد ام ولا از ولا ار؟ لا هتاخد از. اف ذا كار از ريبيرد، لو العربيه اتصلحت، اف ذا كار از ريبيرد كوما، هنكمل الجمله عادي اي ويل ترافل تو الكسندريا. فهمنا جت ازاي الجمله؟ يبقى هنا التصحيح بتاع الجمله الخامسه اف ذا كار از ريبيرد. رقم سته، رقم ستة هي بيتر، أنا عندي هنا إف هي براكتسز إفري داي، يعني هو هيأدي أداء أحسن لو اتمرن يوميا. إف مضارع أهي، مضارع الناحية التانية ويل والمصدر، يبقى بدل دو لأ هكتب هي ويل دو، هي ويل دو بيتر إف هي براكتسز إفري داي. إف ماي داد جيتس هوم إيرلي، لو بابايا وصل البيت بدري، أي ويل بعد الويل بيجي بعديها المصدر، أي ويل بي هابي هكون سعيد، ويل ويل مصدر أي ويل بي هابي. I would love، خلي بالنا ان احنا قلنا ان كلمة love و like والحاجات دي بيجي بعديها اي ان جي او تو والمصدر براحتنا، بس هنا مش براحتنا. ليه هنا مش براحتنا؟ لان في هنا would، طالما would او love او like، كل افعال الحب والكره دي او prefer يفضل جه قبليها would، بيجي بعديها تو والمصدر. I would love
to attend يعني أريد أن أحضر. I would love to attend. أريد أن أحضر. Would you mind، كلمة mind بيجي بعديها الفعل زد أي إن جي. Would you mind lending me؟ Would you mind lending me؟ والدماغ كلمة مايند معناها يمانع، بيجي على طول بعديها الفعل زد اي ان جي، يبقى كلمة لند احط لها اي ان جي. would you mind lending me، اشيل الاس احط اي ان جي، كلمة مايند معناها يمانع بيجي بعديها اي ان جي. would you mind lending me. would you stop that noise for a moment، هل تستطيع ان تتوقف عن فعل هذه الضوضاء لدقيقة واحدة. would you stop making، would you stop making that noise for a moment، could you stop making that noise for a moment. صورة رقم 11. Go to the party if your friend invites you. انت عندنا هنا if مضارع والول مصدر، بس ده سؤال يبقى هنا المفروض you will go، بس انا عشان اسأل بقى اقول ايه will you go، حط will في الاول عشان ده سؤال. will you go to the party if your friend invites you. you في كلمة if، ادي هنا if بعديها ايه، بعديها مضارع بسيط. If you don't study، لو ما ذاكرتش you will not do well in your test، يعني مش هتحل كويس الامتحان، يبقى don't دي بدلها will not أو won't. you won't do well in on your exam. you won't won't. I prefer، كلمة prefer بيجي بعديها فعل ده ING. I prefer listening. How do you intend، intend أو decide أو want أو hope بيجي بعديها تور مصدر. How do you intend to deal. If the weather improves we won't have a picnic. If مضارع will والمصدر، أدي هنا won't يبقى هنا مضارع، أهم في المضارع البسيط بإيه؟ ب doesn't. يبقى if the weather doesn't improve don't أو doesn't، بس أنا هو خدت هنا doesn't عشان ال weather مفرد. If the weather doesn't improve we won't have a picnic. doesn't improve. شيء في هنا كلمة if، في هنا كلمة if، if مضارع قبليها والول مصدر، يعني هي تاخد تاكسي لو لو الدنيا مطرت، يبقى she will if مضارع والول المصدر، يبقى هنا she will take a taxi if it rains. if I bake a cake if مضارع بيك اهي الناحية التانية. you have some يعني، بس ده سؤال المفروض you will have، بس انا في سؤال هعمل ايه، هعمل will في الاول. if I bake a cake لو انا طبخت كيكاية will you have some، هل هتاخد بعضها. if my sister، احنا قلنا if مضارع، طب هنفي المضارع بإيه هنا؟ هنفي ب doesn't عشان my sister مفرد. if my sister doesn't wear a coat يعني لو أختي ما لبستش معطف she will be cold، هتكون بردانة. رقم 19. if Sammy drives too fast يعني لو سامي ساق بسرعة جدا he has an accident. if مضارع will مصدر he will have an accident. the teacher angry if، في هنا if مضارع الناحية التانية will مصدر. the teacher will be angry if you come late. we are looking forward to، كلمة look forward to معناها يتطلع إلى، لازم تتحب الصم مع إن تو على طول بيجي بعديها مصدر، بس كلمة look forward to بيتطلع معناها يتطلع إلى بيجي بعديها I N G. we are looking forward to visiting England. I stopped a year ago يعني بطلت أدخن، توقفت عن التدخين منذ عام، توقفت بطلت عن بطلت حاجة يبقى I stopped smoking. Jack promised، promised يعني وعده to be here on time، إن هو يجي في الميعاد. شوف الـ General Exercise بتاعت Lesson 1 و 2. Finish the following dialogue. طارق is reading a book about climate change. طارق بيقرأ كتاب عن التغير المناخي. What are you reading طارق؟ تقرأ إيه يا طارق؟ هشيل what كده وبدل are you تبقى I am. I am reading a book. I am reading a book about climate change. يبقى الجملة الأولانية هكتب أنا بقرأ كتاب عن التلوث المناخي. شلت what، are you تحولت لـ I am. I am reading بقرأ إيه؟ a book about climate change. يبقى الجملة الأولية I am reading a book about climate change. I am
بوك يعني كتاب، أبوات يعني عن، climate change، وكل ده جايباه من فوق. بعد كده سأل سؤال فقال له climate change is the increase in the earth's temperature. climate change هو الزيادة في درجة حرارة الأرض. يبقى السؤال هيبقى إيه؟ ما هو التغير المناخي؟ من أول the increase دي الإجابة مش هكتبها. ما يعني what؟ لأن الفعل المساعد is، وأجيبه في الأول كده. يبقى what is climate change؟ what is climate change؟ what is climate change؟ ما هو التغير المناخي؟ What is climate change؟ What is climate change caused by؟ يعني التغير المناخي ده بيتسبب عن طريق ايه؟ caused by يعني دي باسيف. What is climate change caused by؟ ادي ايه ده، هو تصريف ثابت يعني دي باسيف. يعني ايه هو بيتسبب بواسطة ايه؟ ماذا يسبب؟ كيف يسبب؟ ما هو الشيء اللي بيسببه؟ ماشي، caused by ايه؟ عرفنا من تحت هنا من الجملة اللي تحتيها green house gases. يبقى it is caused by، it is caused by green house gases. بعد كده are green gowns house gases bad for us؟ يعني هل غازات الانحباس الحراري bad for us، مضرة لينا؟ yes. واعمل مقص green house gases دي اقول عليها ايه عشان هي جنب؟ yes they or. بعد كده بيسأل حاجة we increase these gases by burning fossils fuels. احنا بنزود الغازات دي عن طريق burning fossil fuels، حرق الوقود الحفري، and throwing rubbish in landfill sites، ورمي القمامة في landfill sites. يبقى كيف احنا ازاي بنسبب البرنج الغازات دي؟ كيف احنا بنسبب زيادة في الغازات دي؟ كيف يعني؟ هاو، فين الفعل المساعد؟ انكريس فعل بدون اضافات، يبقى الفعل المساعد دو، هاو دو وي زي ما هي. انكريس يعني بنزود، او دو وي انكريس ذيس جاسز هذه الغازات. إيهاب أند أحمد، إيهاب وأحمد are talking about the environment، بيتكلموا عن البيئة. هلو أحمد، what are you doing؟ هلو إيهاب، أشيل what، are you تتحول ل I am. يبقى I am reading، أنا بقرأ an article، أنا بقرأ article يعني مقال. يبقى هي عرفنا من الارتيكل من تحت، يبقى what are you doing على طول are you تتحول ل I am. يبقى I am reading، أنا بقرأ an article، I am reading an article يعني أنا بكتب مقالة. وبعدين سأل سؤال قال له what is the article about؟ فقال له حاجة our environment is being polluted severely، يعني البيئة بتاعتنا بتلوث بشكل صعب. يبقى المقالة عن إيه؟ يبقى هقول it is، يعني المقال it is about يعني عن the environment يعني البيئة.
فقال له ايوه البيئه بتاعتنا بتلوث بشكل كبير. وبعدين سال سؤال وي كان بلانت مور تريز، يبقى ماذا نستطيع ان نفعل؟ يعني ايه ماذا؟ يعني وقت فين الفعل المساعد في الجمله دي؟ فين الفعل المساعد في الجمله ده؟ هي اللي تحت الفعل المساعد في الجمله دي اهي، كان عامل مقص كده، يبقى وات كان وي دو، ماذا يجب ان نفعل؟ من اول بلانت دي الاجابه مش هكتبها، وات كان وي دو، ماذا يجب ان نفعل؟ وات كان وي دو، ماشي. وبعدين سأل سؤال قالوا yes we can use less plastic، نستطيع أن نستخدم بلاستيك أقل، هشيل yes وأعمل مقص، يبقى can we use less plastic. آخر سؤال actually this will help the, save the environment، يبقى هنقول هل هذا هيساعد البيئة؟ أشيل كلمة actually، actually دي معناها yes، يبقى this will help the environment، هعمل مقص كده. Will this help save the environment؟ Will this، هل هذا help هيساعد في save في إنقاذ البيئة؟ مش عندي will و won't، في هنا grammar. نبص بقى، we should do our best، يبقى نفعل ما بوسعنا to keep the environment clean، حتى نجعل البيئة نظيفة. We mustn't، mustn't دي لازم يجي بعديها فعل بدون إضافات. We mustn't cut down trees، لا يجب أن نقطع الأشجار. We mustn't cut down trees because they absorb، لأنها بتمتص كربون داي أكسيد، ثاني أكسيد الكربون. Also we mustn't، أيضا لا يجب إن احنا burn fossil، أن نحرق فوسيل إيه؟ fossil fuels، يعني الوقود الحفري. To avoid climate change، حتى نتجنب التغير المناخي. That's why، ولذلك. We should use energy، يجب أن نستخدم طاقة متجددة، renewable energy، such as solar energy and wind energy، زي الطاقة الشمسية والطاقة وطاقة الرياح. So we be able to live، حتى نتمكن. We will be able، من will، we will be able to live in a safe environment، حتى نكون قادرين إن احنا نعيش في بيئة آمنة. دي يا ريت نحلها لوحدنا قطعة. Choose the correct answer from A, B, C or D. Don't waste your time، لا تهدر وقتك. The synonym of waste، معنى كلمة waste is waste يعني يهدر، هي lose يعني يخسر. My uncle has an odd disease، it is very dangerous، يبقى dangerous يعني خطير، يبقى عنده serious disease يعني مرض خطير. To make a cycle، to make cycle mean using thing again، عشان نخلي كلمة cycle دي معناها using something again، ان احنا نستخدم حاجة مرة تانية نعمل لها ايه؟ recycling. Prices usually go up، يعني الأسعار عادة بترتفع from time to time، من وقت لآخر. All over the world، في جميع أنحاء العالم. This means، ده معناها زي، هي بترتفع معناها زي increase، تزداد. Makes air, water, soil dangerous, dirty and not suitable for people to use، اللي بيخلي المية والهواء والتربة dangerous يعني خطيرة أو dirty، قذرة، عند مش ملائمة للعيش فيها. طبعا ده المفروض بلوشن، يبقى بلوشن. تو means to take in، take in يعني يمتص، liquid يبقى absorb. There is no bread so we need، كلمة need بيجي بعديها تو المصدر، we need to go to the bakers. Nuts make me ill، يعني المكسرات بتخليني المريض، so I have، so I have to avoid، avoid معناها يتجنب، بي واحد يو اي ان جي، so I have to avoid eating them. To get the bank، get to the bank، احنا نقول كلمة get to معناها يصل إلى، بتساوي كلمة arrive in و reach. To get to the bank، حتى نصل إلى البنك. Keep، استمر في المشي، قلنا كلمة keep لما يكون معناها يستمر بيجي بعديها فعل زي ده ان جي، keep walking. What will I do if، if مضارع والول مصدر، if I don't understand، احنا قلنا understand هو الفعل هو الأصلي، وقلنا في المضارع البسيط بيتنفي بdon't أو doesn't. if I don't understand، our health will be badly affected، صحتنا هتتأثر بشكل كبير. in the، if the chemical factory in our village، احنا برضو هنا قلنا ايه؟ if مضارع والول مصدر، المفروض ان build دي صح، factory، factory مفرد، والمفرد بيحب الاس، اف مضارع يبقى بلدس. بس هو هينفع اقول ان مصنع الكيماويات يبني ولا يبنى؟ يبقى هي مضارع بسيط، اه بس في الباسيف، اف ذا كيميكال فاكتوري از بولت.
طبعا انا كان المفروض ان انا اكمل حل الوحده كلها مره واحده، يعني بحب ان انا اجمع الوحده كلها مره واحده، لكن طبعا الوحده الثامنه كبيره جدا. الدرس الاول والثاني محتاج مذاكره كويس قوي، يعني مذاكره الدرس الاول والثاني كويس قوي عشان اقدر اكمل الثالث والرابع، لان بشكل كبير مبني عليه. يعني الثالث والرابع بشكل كبير مبني على الدرس الاول والثاني. نذاكر الدرس الاول والثاني في حاجات كتير جدا، في درس جرامر حفظ اللي هي الكلمات اللي بيجي بعديها طول المصدر، والكلمات اللي بيجي بعديها فعل زاد اي ان جي، والكلمات اللي ممكن يجي بعديها الاثنين وبتختلف في المعنى. الدرس محتاج ذاكر كويس قوي، والكلمات كمان الفوكابلري بتاعت الدرس، ونعمل ال ونعمل ال ال الباراجراف ماشي. فنذاكر الدرس وبعد كده ان شاء الله هكمل الدرس الثالث والرابع والخامس والسادس مره واحده ان شاء الله. ماشي، السلام عليكم.